السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم ديبالاج ديال واحد الميكروفون من شركة سامسونج اللي توصلت به من علي اكسبريس. غنحاولوا باش نفتحوا هاد العلبة جميع ونشوفوا المحتويات ديالها. نبداو بسم الله. العلبة كما شفتوها كما وصلت، كلهم توضعوا هذا من اجل الحمايه ديال المنتوج. كما تشوفوا هذا المنتوج هو عباره عن ميكروفون اللي من بعد مجموعه ديال الفيديوهات اللي شاهدتها التجارب ديالو بان لي بانه ميكروفون الثمن ديالو متوسط ولا كاليتي ديالو مزيانه الناس كتشكرو. نحاول باش نجيبو ونستعملو باش نتعرف عليه ونعرفو براسنا لا كاليتي ديالو واش بصح راه مزيانه كيما تيقولو ولا لا. هذا هو الميكرو، هذه تتخدم الصوت باش تحاول انها تنقص من الضجيج اللي تيكون داير به اللي تيصيفطوها كادو معاه. كما شفتو هنا عندنا هذا من شركة سامسونج، الريفيرونس ديالو هو C01U Pro. C01U Pro كما تيقولو هنا سي ان ميكرو اللي هو بروفيسيونيل لي تخدم عن طريق اليو اس بي. هنايا راه تخدم عن طريق اليو اس بي. كما شفتو العلبه هي هادي، هاد الميكرو فيه جوج ديال لي فيرسيون، كاينه الفيرسيون العاديه وكاينه الفيرسيون برو. كاينه الفيرسيون C01U عاديه وكاين هاد الريفيرونس اللي خديتها انا اللي هي C01 برو. شفتوا العلبة، اكتشفوا شنو فيها. بطبيعة الحال كاع المنتوجات يكون عندهم الكتاب اللي تيشرحوا فيه كيفية الاستعمال. هنا تعرف بالشركة ديال سامسونج، الشركة راه معروفة في الدومين ديال الاوديو، عندها لي كاسك، عندها بزاف ديال الامور. هنا كما تشوفوا الكتاب ديال الارشادات اللي تيبين لي كاركتيرستيك، يعني المواصفات ديال هذا الميكروفون وكيفية الاستعمال ديالو، كيفاش ممكن ان نربطوه مع
الكمبيوتر. أخيرا نمشيو للأهم، الأهم عندنا وهذا الميكرو. تبارك الله قيل خفيت في الأول بالوزن ديالو، راه ثقيل شوية. هنا عندنا الكابل ديال اليو اس بي اللي تي ربطو بال يعني بالكمبيوتر. هنا تعطيو هاد التريبيي اللي عبارة عن ثلاثة ديال الأرجل لي ممكن انك توضع عليها الميكروفون باش ممكن انك تشتغل عليه. هو فوق البيرو يعني فوق المكتب، تحطها هكذا وتوضع فوقها الميكرو باش تشتغل عليه وانت مرتاح، يعني ما تحتاجش تبقى انت هازو في يدك. هذا هو الميكرو ديالنا من الشركة ديال سامسونج C01U Pro. هذا هو الشكل ديالو. هنا ممكن انك ملي تكون تتسجل او ميم طون دير الكاسك باش تكون تسمع داكشي الاشياء اللي انت تتسجلها، وهذه مهمة. وهذا هو الفرق ما بين الفيرسيون العادية اللي هي سامسونج C01U و لا فيرسيون اللي هي C01U Pro. الفرق بيناتهم هي الفتحة هذه. هنا من تيتم الربط ديال هذا الميكروفون مع الكمبيوتر، وهنا فاش يتم الصاق ديال اش ممكن انك تسجل به، يعني تتحكم فيه وهو محطوط قدامك بهذا الشكل هذا. كيما شفتو ممكن انك تطورو وانت هي جاهز الاتجاهات اللي تبغي. بين المميزات اللي قالو بانه تيكون الصوت ديالو صافي، وانه تيحاول انه ياخد الصوت غير من الجهة اللي هنا لقدام، وتيحاول انه يعني الاصوات اللي تجي من هذا الاتجاه انه يصفيها باش الصوت يخرج صافي. وهذا راه عبارة عن ادابتاتور اللي تنستعملو الا كنا غنستعملو واحد اليد اللي تتلصق في البيرو وتتحاول انه الفتحة تتلصق فيها هذه باش تقدر تلصق بها هاد الميكرو. وهادو هما الاشياء اللي توصلنا بها في هاد العلبة هذه. الى بغيتو تعرفوا اكثر على هذا الميكرو هذا والاستعمال ديالو يعني ولا كاليتي ديالو، ما خليو ليا في الكومونتير. ما تنساوش تخليو في الكومونتير الملاحظات ديالكم والاشياء اللي بغيتو تعرفوها اكثر على هذا الميكرو، باش ان شاء الله الى بغيتو في فيديو واحد اخر نوريكم كاع لي كاركتيرستيك ونسجل به الصوت وتعرفوا الفرق ما بين الصوت اللي تنستعمل دابا اللي تنستعمل فيه غير الهاتف ديالي والصوت اللي غادي نسجلو عن طريق هذا الميكرو. شكرا لجميع المتابعة ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو واحد آخر.